السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سيدي بلعباس لنتعرف على توجهات الجديدة لمركب إيني بسيدي بلعباس في يعني الولوج إلى تكنولوجيات جديدة بعدما دار اتفاقيات مع شركاء من الصين وكذلك شركاء من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن فيه يعني معدات جديدة يتم إنتاجها في مركب إيني واللي يعد يعني مفخرة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر، واللي يعد واحد من أكبر مركبات صناعية في إفريقيا ومن أقدمها. إذن توجهات جديدة يعني تماشيا مع التطورات التكنولوجية. وفي هذا الإطار نعرفكم بالصناعات نتاع الألواح الإلكترونية وما يسمى بالسيركوي انتيغري. إذن هذه الصناعة اللي تدخل في عدة مجالات، من صناعة السيارات إلى صناعة الإلكتروميكانيك إلى صناعة الكهرومنزلي، تدخل في كثير من الصناعات. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل عن صناعة الشرائح الإلكترونية أو لسيكوي انتيغري أو لكارت مار أو لكارت انتيغري. إذن نخليكم بدون إطالة تتابعون هذا الفيديو. السلام عليكم. تناغما مع التطور الحاصل في ميدان التصنيع الإلكتروني، تتهيأ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بولاية سيدي بلعباس لتعزيز ريادتها التاريخية في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية. وحدة الإدماج الإلكتروني أحد الفضاءات الإنتاجية الحديثة التي أنجزتها المؤسسة لتصنيع منتجات جديدة. المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية صورة جديدة وطبعة جديدة في ميدان الإلكترونيات. على غرار تصنيع التلفاز، هناك ميادين شتى لتحظى بها المؤسسة في تصنيع اللوحات الشمسية، في مخابر للبحث والتطوير، مخابر للقياسات. هنالك عدة تخصصات برهنت فيها المؤسسة الوطنية بتميزها وبخبرتها القديمة على مدى أكثر من 40 سنة من الوجود. هنالك مخابر للبحث والتطوير لهم شراكة وطيدة مع الجامعات على المستوى الوطني. تصنيع البطاقات الإلكترونية بجودة ودقة عالية مجال آخر تخوضه المؤسسة بعد اقتنائها لتجهيزات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي وإخضاع مهندسيها إلى دورة تدريبية بالصين والولايات المتحدة الأمريكية. تتوافر مؤسستنا إيني على ورشة لتركيب البطاقات الإلكترونية التي تسمى بالوحدة المدمجة أو بما يسمى باللغة الإنجليزية Surface Mounted Technology، التي تعمل على تركيب الجسيمات الصغيرة على البطاقات الإلكترونية. وهذا هذه الورشة تتضمن 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى التي تتمثل في سيريغرافيا بما يسمى لا سيريغرافي، والمرحلة الثانية تسمى بالإنسيرسيون هي مرحلة التركيب، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الترصيص. عملية تصنيع البطاقات الإلكترونية تخضع إلى تكنولوجيا عالية في مجال الآليات والدقة، ولهذا قمنا باقتناء آليات جد متطورة وأكدنا على آليات المراقبة. بين كل مرحلة ومرحلة يوجد آلة لمراقبة الجودة. تعتمد عملية تركيب هذه البطاقات على تكنولوجيا إلكترونيك التي تعتمد في تركيب الشرائح، كذلك تركيب التيرمينال دي بيمنت يعني الدفع الإلكتروني في كهرباء السيارات أو في شتى أنواع الألواح الإلكترونية.
نقوم بعدة تجارب من بينها نشوفوا لا ديريو دفي تاع لا كارت، نشوفوا لي كومبوزون ونديروا كومباريزون مع لي شونتيون، وهذا مع التنسيق مع مخبر التطوير. هذا الشيء هو اللي يمد الاوكي لاشين دو برودكسيون باش عاد تخدم. دونك كل يوم او يومين من الاخر نقوم بنفس العمليه حتى نضمن جوده هذه البطاقه. المناولة مع متعاملين اقتصاديين متخصصين من بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائمون على إدارة الشؤون الاقتصادية للمؤسسة. هذه الورشة تعد من أهم الورشات الموجودة في وحدة الإدماج الإلكتروني. طاقة الإنتاج اليومية 2000 بطاقة إلكترونية للخط الواحد، يعني نقدر بهذه الورشة أن نصنع 4000 بطاقة يوميا. هذه البطاقات الإلكترونية يمكن استعمالها في شتى المجالات، منها صناعة السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية والأجهزة الإلكترونية وكذلك أجهزة الطاقة. المؤسسة الوطنية لها خبرة في تصنيع البطاقات الإلكترونية بجودة عالية وبتقنية جديدة جد متطورة. لنا الخبرة ولنا الإمكانيات لتصنيع هذه البطاقات الإلكترونية، ونحن في مشروع تركيب السيارات في الجزائر يمكن لهذه المصانع صنع البطاقات الإلكترونية في مؤسستنا. فضاءات البحث والتصنيع وكذا الكفاءات البشرية المخضرمة والشابة التي تحوزها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية قادرة اليوم على تحقيق التصنيع الإلكتروني المتكامل حال توفر الطلب على منتجات أصبح بالإمكان تصنيعها محلياً.